والمثير المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. انطلق وعلى بركة الله سابع الأشواط بعون من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود إخواني العاملين في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر وتقدير على هذا الجهد الذي يشكر ويذكر من خلال تنظيم وترتيب انطلاقات هذه الأشواط. مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط السابع مع بنت مشهور لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، تحتل بنت مشهور المركز الأول وتنطلق في هذا النداء الأول. وبالمناسبة ولا بنكمل النداء وبنعود إلى بنت مشهور المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، صوغ أهلي زايد بن خميس المريخي وننتقل انتقاله إلى الذيبة في ثالث المراكز لفهد بن سيف الخيارين، وتليها في المركز الرابع. مشاهدينا الأعزاء، هذه الذيبة تشاهدونها حاملة الرقم 3 وعلى شاشة التلفزيون. ننتقل مع مخرجنا ومصورنا إلى المركز الرابع، هذه الثلاث الأولى على الشاشة. المركز الرابع أنا ألتقطها بالعين المجردة، حاملة الرقم 15 شواهين راشد بن حمد بن متعب المنخس، تشاهدونها. مشكور لمخرجنا العزيز يعطيني المركز الرابع على شاشة التلفزيون. المركز الخامس أرى مشاهدينا الأعزاء حظ المبارك بن محمد البريدي الهاجري، تشاهدون المركزين الرابع والخامس وبقية المشاركات في هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء، كخط القطار تنطلق في هذه المسيرة في انطلاقة ممتازة وجميلة في هذه الأشواط. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس الأولى، انتظروا التغييرات، انتظروا المنافسات التي سيدخلنا إلى خط المنافسة في الوقت وفي الزمن المناسبين. مشاهدينا الأعزاء، هذه الخمسة الأولى وبنت مشهور، عندنا معلومات عنها، عندنا معلومات كثيرة ووفيرة عمن تحتل المركز الأول. أول المعلومات بأنها صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي وصاحبة انطلاقات ممتازة في العام الماضي، ولها العديد من الانتصارات ومن المرشحات الأقوياء، ليس في هذا الشوط وإنما في هذا العام، ولها مستقبل. أتمنى لها التوفيق ولمالكها ومضمرها محمد بن جار الله بن ضرمان المري. وأضيف لك عزيزي المشاهد بأنها من أقوى ومن أشهر السلالات ومن أعرقها على الإطلاق. من تشاهدونها تنطلق مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط. النقلة والدور دور المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني الذيبة وتعود ملكيتها للمحترف فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. وننتقل انتقالة ممتازة من الذيبة، من أخذت تتقدم وتنطلق الذيبة إلى المركز الثاني وتريد انتزاع نقطة الشوط، ونترك الذيبة وبنت مشهور وننطلق لنرى من في المركز الثالث. من تحتل المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، هنا شواهين، من كانت في المركز الخامس في النداء الأول تتقدم الآن لراشد بن حمد بن متعب المنخس. ونرى المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، المركزين الأول والثاني بعيدة كل البعد عن بقية المراكز. المركز الرابع هنا حظ المبارك بن محمد البريدي الهاجري، وخامس المراكز مشاهدينا الأعزاء أرى التسلل وأرى الدخول وأرى التقدم من حاملة الرقم 10. مرحبا بمستقبل، أهلا وسهلا بمستقبل صاحبة سيارة في سباق المونديال في العام الماضي، سباق المونديال السباق الكبير والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع أبوابه. نشاهدها صاحبة السيارة في سباق المونديال، عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي مشاهدينا الأعزاء على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وتغيير على المركز الخامس الوجبة لماجد بن راشد بن خميس الغويس، غيرت وانتزعت خامس المراكز. هذه نتيجتنا، والعودة إلى الذيبة، والعودة إلى بنت مشهور والذيبة، والذيبة وبنت مشهور، ومنافسة قوية ومنافسة صعبة على المضمرين، على المضمرين المنافسة صعبة والأعصاب مشدودة. يا سلام، المنافسة صعبة
والأعصاب مشدودة. يا سلام بنت مشهور في المركز الأول برصيدها الوافر بالبطولات بالإنجازات بالمراكز المتقدمة، والذيبة أيضا من المرشحات الأقوياء ولا يستهان بها الذيبة. الذيبة مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني وتنطلق وانطلاقتها ممتازة. شاهدنا في الأشواط الماضية التنافس والقوة والإثارة، ونحن مستمرين مشاهدينا الأعزاء في هذا التنافس وفي القوة والإثارة والانطلاقات والفعاليات مشاهدينا الأعزاء في هذا السباق المحلي الخامس ومن مرحلته الثانية. وما زالت مشاهدينا الأعزاء المنافسة قوية ما بين بنت مشهور لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري وما بين الذيبة المملوكة لفهد بن سيف البسعيد. الخيارين هذه وهذين المركزين في الأول والثاني، ننتقل إلى الثالثة. ننتقل إلى ثالث المراكز، ومن تحتل المركز الثالث أرى اسم يتقدم في أول نداء له، أو ما زالت حظ مشاهدينا الأعزاء حظ في ثالث المراكز لمبارك بن محمد بريدي الهاجري، وتاليها في المركز الرابع من أخذت تتقدم بدورها وتتسلل الوجبة مشاهدينا الأعزاء ماجد بن راشد بن خميس الغويس. وخامس المراكز هنا بن شاهين لعبد الله بن حمد بن مبخوته العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى. والعودة إلى بنت مشهور يا بن ضرمان، بنت مشهور تفصلها عن خط النهاية 1500 متر. يا فهد بن سيف الذيبة، الذيبة تفصلها 1500 متر، وتخطيط وتسيير ومراقبة، المضمرين يراقبون بعضهم البعض. 1500 متر مشاهدينا الأعزاء لم تصدر الأوامر، خط النهاية أراه، بان خط النهاية مشاهدينا الأعزاء وبانت المنصة الرئيسية وبان برج المراقبة من يفصل المراكز بعضها عن بعض. أخذ أيضا أخذنا في العد التنازلي، أخذت الأمتار تتناقص ما أمام هذه البكار، الثنايا البكار المشاركات. بنت مشهور هي الأقرب، الذيبة منافسة قوية وصعبة. الذيبة الذيبة الذيبة، وكلنا شاهدنا الذيبة، ذيبة بن حبيبة من انتزعت الشوط الأول الرئيسي. تعود أو يعود هذا الاسم المحبب عند ملاك الهجن وعند المضمرين. يا سلام الذيبة تتسلل، الذيبة تنطلق مشاهدينا الأعزاء. يا سلام يا سلام يا سلام الذيبة، ووصلت مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني بنت مشهور، وتصل في المركز الثالث. يا سلام الله الله الله، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء بن شاهين عبد الله بن حمد بن مبخوته العامري، وتصل مستقبل، تصل مستقبل في رابع المراكز عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، وخامس المراكز الوجبة لراشد بن خميس الغوي، ولكن تغيير عليها من جبارة سيف محمد بن زايد الخيارين. ولكن عودتنا إلى بنت مشهور، بنت مشهور والذيبة، بنت مشهور والذيبة. يا سلام يا سلام يا سلام، الذيبة الذيبة هو بنت مشهور، بنت مشهور والذيبة. عادت الذيبة، عادت الذيبة مع فهد بن سيف الخيارين. يا سلام يا الذيبة يا سلام، تنطلق الذيبة 500 متر مشاهدينا الأعزاء مع المحترف مع فهد بن سيف الخيارين. تتقدم الذيبة، تتميز الذيبة، هي نجمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء الذيبة. يا سلام يا سلام يا سلام، وعادت بنت مشهور 300 متر الأمتار الأخيرة، الذيبة هي الأقرب مشاهدينا الأعزاء. إذا يبدو مشاهدينا الكرام بأن هذا الشوط يتجه إلى عزبة فهد بن سيف الخيارين. سلامي عليك يا فهد، سلامي عليك يا المحترف، يا مضمر الذيبة، تهانينا تهانينا على هذا الفوز المستحق لمالك الذيبة فهد بن سيف الخيارين. ينتزع مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط انتزاعا، تهانينا تهانينا. وإن موسى حظات وصول الذيبة، المركز الثاني بنت مشهور لمحمد بن جار الله بن ضرمان، المركز الثالث الوجبة لراشد بن خميس الغويس، المركز الرابع جبارة لسيف محمد بن زايد الخيارين، وخامس المراكز مستقبل لخالد بن ناصر الحميدي أو لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. ويتحطم التوقيت مشاهدينا الأعزاء تحت أخف وتحت أقدام الذيبة من انتزعت الشوط السابع للثنايا بكار في مجموع أشواط وانطلاقات هذه الفترة الصباحية. إذا شاهدنا التنافس القوي والمثير ما بين الذيبة وما بين بنت مشهور. الذيبة مشاهدينا الأعزاء تنتزع هذا الشوط انتزاعا،
وتحطم التوقيت. يا سلام، لم يسجل هذا التوقيت في هذا اليوم. 9 دقائق 46 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، توقيت ممتاز. تهانينا لفهد بن سيف الخيارين مالك الذيبة من فازت في هذا الشوط. المركز الثاني بنت مشهور أيضا صاحبة ثاني أفضل توقيت.